السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. محافظ عدن يرأس اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال الحكومة. مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة. ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية بمحافظتي الحديدة والضالع. أهلا وسهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاين ومواساة في وفاة الصحفي والإعلامي المناضل محمد عبد الرحمن المجاهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر السابق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في قطاع الصحافة والإعلام. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء بمناقب الفقيد خلال مسيرته النضالية ومقاومة الحكم الإمامي الكهنوتي حتى قيام ثورة 26 من سبتمبر وإسهاماته المهنية ودوره في بناء وتأسيس مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر، مؤكدا أن الوطن خسر برحيل الفقيد هامة إعلامية كان لها دور كبير في بناء جيل من الصحفيين والإعلاميين. وعبر فخامة الرئيس عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد وخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح برقية أعزائنا مواساة في وفاة المناضل محمد عبد الرحمن مجاهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر السابق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية ودوره البارز في الثورة على النظام الإمامي الكهنوتي وتصحيح المفاهيم والمغالطات التي زرعها النظام الرجعي، وتنوير الشعب اليمني ونشر ثقافة الجمهورية والحرية عبر مؤسسة الجمهورية للصحافة والطبعة التي كان له الدور البارز في تأسيسها وقيادتها في مراحل سابقة، جعلت من الفقيد واحدا من أبرز رجالات الإعلام والصحافة في اليمن. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة الوسط الصحفي والإعلامي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ببالغ الحزن والأسى وعميق الأسف وفاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر السابق الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن المجاهد الذي وافاه الأجل بعد مسيرة زاخرة ومتميزة في بلاط صاحبة الجلالة التي أعطاها الكثير وكان أستاذا لأجيال، وجسد الالتزام بصدق الحرف وقدسية الكلمة النزيهة والملتزمة. وأكد رئيس الوزراء في برقية عزاء بعثها إلى نجل الفقيد عبد الإله وجميع إخوانه وكافة أفراد أسرة آل المجاهد والوسط الصحفي والإعلامي عموما، إن اليمن خسرت برحيل الأستاذ محمد المجاهد صحفي وإعلامي مخضرم وهب حياته في إعلاء الكلمة الصادقة المعبرة عن تطلعات وآمال الشعب والوطن، منوها بنضاله المهني لإعلاء سلطة الكلمة بقلم لا يهاد ولا يستكين دفاعا عن الحق والمبادئ، وما جسده في قيادته من مثال للنزاهة والأخلاق لدى كل من عملوا معه أو عاصروه. وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وللوسط الصحفي والإعلامي والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.
أعلنت القوات المشتركة عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في تجدد المعارك بين جانبين بمحافظة الحديدة. وقالت ألوية العمالقة إن ميليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع القوات المشتركة في جبهة حيس جنوب الحديدة، وأشار أن القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم الحوثيين وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين. وقالت القوات المشتركة إنها رصدت 10 طائرات استطلاع لميليشيا الحوثي فوق مديريات حيس والتحيتة ومنطقة الجبلية والخوخة. جددت الميليشيات الحوثية التابعة لإيران استهداف الأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة ضمن جرائمها بحق المدنيين وخروقاتها لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارع 50 داخل مدينة الحديدة بأربع قذائف متتالية، مؤكدة أن القصف ألحق الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي جنوب الحديدة جددت الميليشيات استهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي وشرق منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتة بعدد من قذائف الهاون. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تستهدف الأعيان المدنية بهدف إقلاق الأمن والاستقرار لإجبار السكان على النزوح مجددا وفق سياسة التهجير المتعمد. أصيبت امرأة وطفلها بقصف حوثي استهدف قرى أهلية بالسكان شمال غربي محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفت من مدفعية ثقيلة وصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في منطقة اليوبي الواقعة شرق الفاخر بمديرية قاطبة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة امرأة وطفلها بجروح مختلفة وتضرر عدد من منازل المواطنين. يأتي قصف ميليشيا الحوثي المتمردة للمواطنين انتقاما جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الساعات الماضية على أيدي القوات المشتركة جنوب الفاخر. أدى انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مقتل وإصابة 3 مدنيين بمدينة تعز. وقالت مصادر محلية إن مدنيين قتلوا وأصيب آخر جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي في مدينة النور شمال غرب تعز. وتنتشر في عدة مناطق ومديريات من محافظة تعز الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة زرعها الحوثيون. وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن ضحايا الألغام في محافظة تعز بلغ عددهم 842 قتيل توزعت بين 189 طفل و196 امرأة و457 رجل. أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف بمقتل مواطن وإصابة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية في المحافظة. ذكرت المصادر أن لغما أرضيا من مخلفات ميليشيا الحوثي المتمردة انفجر بسيارة أحد المواطنين في وادي هراب بمديرية خبو الشعف شمالي المحافظة. وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل المواطن عايض ناصر الصيدي وإصابة الطفل فايز علي الصيدي. وخلال الأشهر الماضية سقط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين بانفجار ألغام أرضية عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عديد من مناطق المحافظة. أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي مسام لنزع الألغام في اليمن عن تمكن فرق المشروع من نزع 1346 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري. وقالت غرفة العمليات إن فرق المشروع تمكنت منذ 28 من نوفمبر الماضي وإلى غاية يوم 18 من ديسمبر الجاري من نزع 4468 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وأوضحت إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 1136 ذخيرة غير منفجرة وأربع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى نزع 180 لغما مضادا للدبابات و26 لغما مضادا للأفراد. وأكدت أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر من تطهير 255,701 متر مربع من الأراضي اليمنية. مشاهدينا المزيد من الأخبار المحلية بعد فاصل قصير.
مشاهدينا، رحبت اللجنة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بقرار تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها بموجب مقتضيات اتفاق الرياض. وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب الحكومة بما يكفل تحقيق أحلام وتطلعات أبناء عدن في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإنجاح جهود البناء والتنمية واستعادة عدن لدورها الريادي في سياسيا واقتصاديا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة محافظ عدن أحمد حامد لملس رئيس اللجنة الأمنية، وكرس لمناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة باستقبال الحكومة المتوقع وصولها إلى العاصمة عدن خلال الأسبوع الجاري. وتطرق الاجتماع إلى المستجدات الأمنية في العاصمة عدن، وقيم الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات والتكليفات السابقة المتخذة في الاجتماعات السابقة، واتخذ جملة من المعالجات تجاهها. وزعت قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن الدفعة الأولى من السيارات الأمنية المجهزة بأجهزة الاتصال في عدد من الجولات للحفاظ على أمن الطرقات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. دشنت ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني بالعاصمة عدن اليوم استلام وتوزيع السيارات الأمنية المجهزة بأجهزة الاتصال على الجولات الرئيسية المزدحمة والمقدمة من ألوية الدعم والإسناد لمساعدة المرور في الحفاظ على أنظمة السير والأمن في الشواطئ وشوارع مدينة عدن. وفي التدشين وجه قائد ألوية الدعم والإسناد للأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي كلمة حث فيها قوات الحزام الأمني باليقظة الأمنية والحس الأمني، وأضاف بأن أمن عدن يعد خطا أحمر يجب عدم التهاون فيه لتكون عدن قدوة لجميع المحافظات المحررة، مؤكدا بأن الدوريات خطوة على طريق إزالة كافة المظاهر المسلحة في عدن. نحن اليوم في مقر قيادة الحزام الأمني في العاصمة عدن ندشن دوريات العاصمة الذي هي عبارة عن كما يسمى نصف عسكري، وهذه الدوريات التي نريد أن تكون داخل عدن إنهاء المظاهر المسلحة بشكل عام. عدن نريدها أن تكون مدنية أمنية بعيدة عن المظاهر المسلحة، فالسلاح الذي في العاصمة نحن بحاجة إليه في الجبهات ضد المد الرافضي الحوثي، فهذا السلاح الذي داخل عدن سوف بإذن الله ينتقل إلى الجبهات، وعدن بإذن الله سوف يكون فيها الأمن والحزام والدعم والإسناد. كما أشار قائد قوات الحزام الأمني لمحافظة عدن العميد الركن جلال الربيعي بأن تدشين أمن الطرق بوضع هذه السيارات والتي من مهمتها فض الزحام في وقت الذروة وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة السير خطوة أولى، تليها إنشاء دوريات لحملة منع انتشار السلاح في الشوارع. طبعا حسب توجيهات الأخ يعني معالي الأخ المحافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وكذلك قيادة الدعم والإسناد والقيادة السياسية في بدء منع حمل السلاح، وسوف نبدأ فيها إن شاء الله من الأسبوع الجاي خطوات، ونبشر أبناء عدن أن القادم أجمل. نطلب منهم كما يعني تعودنا منهم التعاون مع الأجهزة الأمنية لنكون كلنا شركاء في تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة. هذا وقد تم تدشين توزيع السيارات الأمنية المجهزة بالاتصالات على عدد من الجولات كخطوة أولى، حيث يتم استلام عددا آخر من السيارات خلال الفترة القادمة لتوسيع انتشار الحملة. حضر التدشين النقيب كمال الحالمي قائد الحزام الأمني قطاع المنصورة وعددا من القيادات في الحزام الأمني. حث محافظ عدن أحمد حامد لملس قيادة فرع الهيئة العامة للاستثمار على تنشيط عمل الفرع وأنشطته المختلفة وتفعيل جانب الترويج الإعلامي وجذب الاستثمارات إلى العاصمة ونقل الواقع الراهن الموجود في عدن إلى الشركات الاستثمارية وكذلك المستثمرين في الخارج. وأكد المحافظ لملس دعم قيادة المحافظة لفرع الهيئة العامة للاستثمار ما يمكنها من استعادة دورها المعروف ومكانتها السابقة في القطاع الاقتصادي. وأضاف خلال لقائه برئيس فرع الهيئة بعدن علي أحمد جربوم وقيادة الفرع إن عدن اليوم تتطلع لدوركم في استعادة ثقة المستثمرين فيها، تلك الثقة التي تسببت جملة من الأحداث والأعمال غير المسؤولة والعشوائية في التخطيط والتي أدت إلى فقدانها لثقة المستثمرين، وبالتالي فإن دورنا وإياكم هو إعادة تلك الثقة وإعادة استثماراتهم إلى عدن، فعليكم الاستعداد للمستقبل والواقع الجديد المنتظر بكل جدية ومسؤولية. في الاجتماع اطلع المحافظ لملس من جربوم وقيادة هيئة استثمار عدن على نشاط الفرع وخططه المستقبلية والصعوبات التي واجهها وما زالت تشكل عائقا أمام أعماله.
كما اطلع المحافظ أيضا على خطة الترويج الإعلامي والاستثماري التي تعكف الهيئة على إعدادها وتنفيذها. جرى بمدينة المكلا محافظة حضرموت التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم وعن ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المدير التنفيذي فهمي سالمين بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسري. وقرروا على توفير 20 ألف حقيبة مدرسية تشمل أدوات قرطاسية وصحية تثقيفية للوقاية من كورونا موزعة على 6 محافظات هي حضرموت والمهرة وأبين ولحج والضالع ومارب. وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تأمين التعليم للطلاب والتخفيف عن الأسر المتضررة والمساهمة في القضاء على مشكلة التسرب من التعليم وخلق فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز الملابس والحقائب المدرسية محلية الصنع. وثمن المحافظ البحسني جهود ائتلاف الخير للأعمال الإنسانية وتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي في بلادنا في ظل الظروف الحالية الصعبة، مؤكدا أن السلطة المحلية بحضرموت أولت قطاع التعليم أهمية خاصة ومنحته أولوية الاهتمام من خلال اعتماد نهج الارتقاء بالتعليم وتشييد مدارس جديدة وترميم الكثير منها وتزويدها بمختبرات وأجهزة حاسوب ووسائل تعليمية حديثة. من جانبه نوه وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بتدخلات مركز الملك سلمان وائتلاف الخير في توفير الحقيبة المدرسية ودعم القطاع التربوي. وبدوره أكد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعميق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لتوزيع الحقيبة المدرسية على 20,100 طالب وطالبة والأسر المعيلة التي ساهمت في صناعة الحقائب. دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاختبارات النصفية للتربية والتعليم بمحافظة تعز، حيث زار محافظ تعز شمسان عددا من مدارس المحافظة واطلع على سير عملية الاختبارات. وأشاد شمسان بجهود مكتب التربية والتعليم وإداراتها على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح العملية التعليمية، مؤكدا أن التعليم هو في الدرجة الأولى باهتمام السلطة المحلية. وفي تصريح صحفي قال محافظ تعز إنه اليوم ذهب ما يقارب 500,000 طالب وطالبة من أبناء المحافظة للاختبارات يتوزعون على ما يقارب 1,000 مدرسة في 18 مديرية من مديريات تعز. وعبر المحافظ عن سعادته بالآليات التي يتم فيها اختبار الطلاب وأداء الرقابة عليها من جهته. أكد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الواسع شداد أن العملية التعليمية مستمرة ولن تتوقف بأي شكل مهما كانت الأحداث، مؤكدا استمرار التضحيات أبناء تعز في وجه الميليشيات الحوثية. دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان المخيم الطبي المجاني الذي تنفذه مؤسسة معكم بتعز. التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة نعيم خالد. بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بدأ مخيم بازرع الطبي الجراحي المجاني والذي تنفذه مؤسسة معكم للتنمية وبدعم من مؤسسة بازرعة الخيرية باستقبال أبناء المحافظة لعمل الفحوصات اللازمة والمقررة من فريق الطبي لاختيار 700 شخص لإجراء لهم العمليات. كانت بازرعة والتي ستقوم بإجراء أكثر من 700 عملية جراحية، أيضا هذا جهد كبير جدا ونشكر مجموعة بازرعة على هذا اللفتة الكريمة. مخيم بازرعة الطبي الجراحي المجاني هو مخيم يستهدف إجراء 700 عملية في 3 تخصصات، اللوزتين واللوزة الثالثة وسحب المياه البيضاء وعمليات النساء، العمليات التخصصية الخاصة بالنساء. المخيم لفتة كريمة في تخفيف معاناة أبناء تعز الذين يعانون الحاجة والفقر بسبب الأوضاع الراهنة من الحرب والحصار وكذا الاقتصادية في تدهور العملة اليمنية. اليوم هو أول يوم لتدشين مخيم بازرعة الطبي الجراحي لجراحة الأذن والأنف والأنجرة وجراحة العيون وجراحة النساء والولادة. طبعا المشروع يستهدف 700 عملية جراحية متنوعة ما بين 3 تخصصات،
طبعا اليوم سيتم عملية الاختيار والفرز، يعني اليوم الحالات الآن آلاف الحالات اليوم تتوافد إلى المستشفى، وسيتم الاختيار منها 700 عملية حسب الأولوية وحسب المعايير المطلوبة من قبل الأطباء. مخيم يقام من أجل الأنف والأذن والعين المتزايد، وهذا يدل على احتياج محافظة تعز. إذن لا يكفي مخيم واحد، ولا بد من مخيمات متعددة. نعم خالد، قناة عن الفضائية تعز. أشاد محافظ تعز نبيل شمسان بدور الجمعية الكويتية للإغاثة في دعم المستشفى الجمهوري بوحدتين لمكافحة كورونا. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميل نعام خالد. أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى الدور المتميز الذي تلمسه محافظة تعز من الجمعية الكويتية للإغاثة في تسليم مستشفى الجمهوري التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا. جاء ذلك خلال تسليم الذي حضره محافظ المحافظة نبيل شمسان ومدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح الملكي ومدير جمعية الحكمة اليمانية عبد الرحمن علي شمسان الذي تنفذه جمعية الحكمة اليمانية فرع تعز بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة تحت شعار الكويت بجانبكم. بدعم كريم وسخي وغير منقطع من الجمعية الكويتية للإغاثة وعن طريق جمعية الحكمة استقبلنا أو استلمت المستشفى عددا من التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا. طبعا الكويت وما يأتي من الكويت من جمعيات هي أياد بيضاء، يعني امتدت في اليمن منذ وقت مبكر. نحن دخلنا المدارس في مدارس بنتها الكويت من أول لحظة في حياتنا، يعني دخلنا المستشفيات أيضا في مستشفيات بنتها الكويت، فنأمل منهم أنه الاستمرار في دعم تعز ودعم البرامج الصحية، لأنها بالفعل بأمس الحاجة لمثل هذه الاحتياجات. ضمن حملات الكويت بجانبكم وبدعم كريم من الجمعية الكويتية للإغاثة، تقوم جمعية الحكمة اليمنية الخيرية وبالتنسيق مع مكتب الصحة بتسليم مركز العزل الصحي في المستشفى الجمهوري بتعز عدد 2 من وحدات التنفس الصناعي مع كافة ملحقاتها من أجهزة ملاحظة المريض وقياس درجة الأكسجين في الجسم وكذا أسرة وأسطوانة أكسجين، كما تقوم تسليمهم أيضا العديد من مستلزمات الوقاية الصحية والشخصية للطاقم الطبي العامل بالمركز. تعتبر المواد المسلمة لمستشفى الجمهوري والأجهزة ضرورية لمواجهة الكورونا وكذا الحميات التي تعاني منها مدينة تعز منذ بداية الحرب، ولهذا تكون الجمعية الكويتية للإغاثة أوجدت حياة للمنطقة المجاورة للمستشفى وحتى المديريات والذين مرضاهم يتوافدون إلى المستشفى. في البداية نقدم بجزيل الشكر والتقدير للجمعية الكويتية للإغاثة دولة الكويت، هذه الدولة المعروفة بدعمها للشعب اليمني بشكل عام والمستشفى الجمهوري بشكل خاص. اليوم بحمد الله وفضله نستلم وحدتين عناية مركزة لمركز كوفيد 19، وهذه تعتبر إضافة نوعية للمركز، وهي من الأجهزة النادرة والحاجة الماسة لمثل هذه الأجهزة. شكرا لجمعية الحكمة المنفذة لهذا المشروع والجمعية الكويتية. اليوم المستشفى الجمهوري يتم توزيع له أجهزة ومعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا من الجمعية الكويتية وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية، جزء لا يتجزأ من الشعور بالمسؤولية من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية تعز. أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد بالدور الإعلامي والتنويري المتميز لفرع مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالمحافظة من خلال تغطيته لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تقام في المحافظة.
جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ بن محافظة فضل الشبيبي، الذي ناقش معه أوضاع المكتب وأنشطته الصحفية والاحتياجات المتمثلة في توفير الأثاث والأجهزة والمعدات المساعدة في عمل ونشاط الفرع بعد إعادة تأهيله في مدينة زنجبار بدعم ورعاية محافظ المحافظة. وأكد الأمين العام للمجلس المحلي اهتمام السلطة المحلية بتقديم الدعم اللازم لمكتب الوكالة وتقديم الأثاث والأجهزة من أجل الارتقاء بالرسالة العالمية. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مهدي الحامد مع منسق شركة لوجستي كير مازن محمد سالم المكلفة من برامج الأمم المتحدة للمشاريع اليونيفس، ناقش عددا من الأنشطة التي ستقوم بها الشركة في مديرية زنجبار، منها إعداد دراسة بحثية ميدانية حول مشاركة المواطنين والمجتمع بشأن الاحتياجات ذات الأولوية من المشاريع، وعقد جلسات توعوية لتوضيح طرق آلية مشاركة آرائهم خلال فترة تصميم المشاريع النوعية وتنفيذها. وأشاد الأمين العام بالدور التنموي لليونيبس من خلال المشاريع التي نفذت في مديرية زنجبار وخصوصا العاصمة زنجبار خلال هذا العام، التي تمثلت برصف الشوارع بالأحجار ومن ثم عملية السفلتة، وذلك في إطار إعادة البنية التحتية لمدينة زنجبار. ترأس وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف اجتماعا للجنة الخاصة بتقييم عملية خزن وتوزيع السلع والمواد الإغاثية بحضور وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ووكيل وزارة التخطيط منصور زيد وجمال بلفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة ومدراء الإدارات المختصة. كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع الإغاثة وسلامة السلع الغذائية والمواد الإغاثية التي يتم توزيعها على المستفيدين ومدى ملائمتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكذا مدى توفر وسلامة شروط عملية التخزين وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على ذلك. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة للنزول الميداني وتفقد مخازن المواد ومعرفة مدى صلاحيتها وتوزيعها على المناطق قبل انتهاء مدة صلاحيتها. كما أقر الاجتماع وضع ضوابط تلزم كافة الجهات والمنظمات الداعمة للالتزام بمعايير المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسلع ومواد الإغاثة التي ستقدمها وشروط سلامة مواقع التخزين وسرعة التوزيع للمستهدفين. إلى ذلك أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات الحكومية والرسمية لضبط عملية توزيع مجالات الدعم ومنها الأعمال الإغاثية وسلامة المواد والسلع الغذائية المقدمة كدعم للمستفيدين في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. التقى وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش بالمكلة عددا من مقاومة وعيان قبائل من مقادمة وعيان قبائل نوح وسيبان، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالجوانب الخدمية وحفظ الأمن والاستقرار. وأشاد الوكيل بن حبريش بدور قبائل حضرموت في مختلف المراحل ومواقفهم الداعمة للأمن والاستقرار. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديرية وادي حضرموت والصحراء. واستمع وكيل المحافظة خلال زيارته لثانوية سيئون النموذجية للبنات من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم إلى شرح عن سير عملية الامتحانات وعدد الطلاب المتقدمين، حثا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة على صعيد متصل. اطلع الوكيل الكثير على سير العمل الجاري في مشروع بناء 18 فصل وملحقاتها بمدرسة النور للتعليم الأساسي في حي القرن بمدينة سيئون الممول من نسبة وادي حضرموت من مبيعات النفط، موجها بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية والالتزام بالمواصفات الفنية. أكد مدير عام مديرية دار السعد بمحافظة عدن الدكتور أحمد عقيل باراس حرصه واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية على إزالة العشوائيات ومخالفات البناء للحفاظ على المنظر العام والوجه الحضاري والمظهر الجمالي لمديرية دار السعد. جاء ذلك خلال إشرافه على حملة لإزالة العوائق والمظاهر المشوهة في شارع عدن تعز. أكد باراس أن الحملة التي يأتي تنفيذها بناء على توجيهات محافظ محافظة عدن
أحمد حامد لملس بعد أن شرع عدد من المواطنين في إقامة بعض المظاهر المشوهة بطرق غير قانونية مستغلين الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحملة خصصت لإزالة التعديات والأبنية العشوائية واللوحات الإعلانية والمظلات غير المرخصة. وقد حظيت الحملة بارتياح واسع من المواطنين، دعوا من خلالها إلى أهمية مواصلة تنفيذ الحملة وفرض رقابة مستمرة على كل أعمال البناء العشوائي والمظاهر المشوهة وإيجاد السبل الكفيلة لسرعة التعامل معها بمسؤولية وطنية وحزم. أقامت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل بمحافظة مأرب جلسة الاستماع الثانية لضحايا تفجير المنازل تحت شعار تفجير المنازل معاناة مستمرة. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل محمد الجداسي. تحت شعار تفجير المنازل معاناة مستمرة، نظمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل جلسة الاستماع الثانية لضحايا تفجير المنازل. أم همدان تحدثت عن الألم والمعاناة بعد تفجير منزل أسرتها من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية. وأي ظلم أشد من أن يهدم منزل الإنسان الذي يسكنه هو وعياله وأسرته، وأي ظلم أكبر من إخراج المرء من داره وتعبئته بمادة الديناميت LTNT والتلذذ بتفجيره وإطلاق الصراخات على ذلك والاحتفال بتلك الأفعال الشنيعة التي لم يشهد التاريخ لها مثيل. أحد الضحايا تحدث هو الآخر عن الجرائم الشنيعة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها. سمعنا وشاهدنا في الإعلام أن هذه الميليشيات جماعة إرهابية لا استحرم لا بيت ولا شجر ولا حجر إلا وهدمته. أنا من أبناء محافظة حجة مديش غادرة بني إسراء، في هذا الشهر نفسه في ديسمبر 12 ديسمبر 2017 أقدمت ميليشيات الحوثي على حاصرة القرية لمدة 3 أيام والضرب بالأسلحة الثقيلة عن بعد 3 كيلو على الأهالي، لم تحرم النساء والأطفال، مما اضطر الأهالي والساكنين أن نزوح إلى الوديان والشعاب. وبعد ذلك محاصرة القرية 3 أيام أقدمت ميليشيات الحوثي بمن لم يشاركوا معهم أبنائهم، يريدون أن يشاركوا الناس مع أبناء هؤلاء المنازل في القتال معهم. السبب الوحيد أنهم لم يشاركوا بالقتال معهم فقط، ثم قامت بتفجير منازل. الطفلة جهادة بكل براءة تحدثت بحرقة وألم ومعاناة عن تفجير منزل أسرتها وفقدان أباها وجدها. ولكن بعد أن نهبوا كل ما فيه، لقد شردنا بعد تفجيره إلى الجبال، ويعجز لساني عن التعبير لكم في تلك اللحظات. ولما سمعنا صوت التفجير فزعنا وقلنا ما هذا يا أمي؟ فقالت لنا هذا تفجير بيتنا يا أولادي. فنظرنا إلى السماء فإذا بنا نرى الدخان وأشلاء بيتنا تتطاير. إحدى النشطات تحدثت عن الحصر للمنازل التي تم تفجيرها في محافظة حجة من قبل الميليشيات الإرهابية الحوثية. حجة كان لها الدور الأكبر، يعني هي يعني من هذا الانتهاكات الغير قانونية من الميليشيات الحوثية، وكذلك كان لها أثر نفسي يعني ومعنوي ومادي على الضحايا. فعملت زاهدة أنا في توثيق هذه الحالات، وذلك من خلال الاستمارات، فعبيت الاستمارات فكانت استكمال محافظة حجة كنموذج. تفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية جرائم يندى لها الجبين في ظل صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. لقناة عدل الفضائية محمد الجلاسي، محافظة مأرب. عقد بسيئون الملتقى الرابع للمؤسسات والجمعيات الأعضاء لمكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت، وفي افتتاح الملتقى بارك مدير عام مكتب شبكة النماء بوادي حضرموت مبارك بن شهاب جهود الأعضاء في خدمة المجتمع، حاثا إياهم على بذل المزيد لتلبية احتياجات المجتمع والعمل على مواكبة المسارات والتدخلات للجهات المانحة المحلية والدولية. جرى خلال الملتقى استعراض قصص نجاح
للبرنامج لبرنامج الدبلوم التخصصي الثاني لتأهيل معلمات الريف بمديرية وادي العين وحوره بتمويل مؤسسة صلة للتنمية وإشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء. كما تم مناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات والجمعيات الأعضاء. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم لمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. في نهاية النشرة مشاهدينا عودة للتذكير بأبرز العناوين. محافظ عدن يرأس اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال الحكومة. مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة. ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية بمحافظتي الحديدة والضالع. نشكر لكم طيب متابعتكم، إلى اللقاء بحول الله. إلى اللقاء.